السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان. احنا كنا وصلنا للمقالي الخاص بقاعدة لينز وقانون فاراداي، واللي عايز يشترك في جروب الشرح وحل كتاب الوسام وحل كتاب نيوتن يتواصل تليجرام على 012-275-33781. السؤال الاول، الشكل ايه يوضح سلك نحاسي يمر به تيار كهربي اي موضوع في مستوى حلقة نحاسية؟ وشكل بي يوضح سلك عندما وضع منطبقا على محور الحلقة، ففي أي حالة ينساب تيار مستحث في الحلقة أثناء زيادة شدة التيار الكهربي المار في السلك. تمام، أنت دلوقتي بتزود التيار في السلك، وبالتالي أنت كده بتغير في المجال. المجال الناشئ عن السلك عبارة عن البي ميو آي على 2 باي دي، فأدام أنت بتزود التيار يبقى أنت بتغير المجال، يبقى الحلقة ممكن تقطع مجال متغير يتولد فيها تيار مستحس. بس احنا عايزين الفيض اللي بتقطعه الحلقة الفاي ام يكون ليه قيمة، لان ممكن هو عبارة عن اي بي ساين سيتا، لان ممكن تبقى الزاوية اللي بين المساحة وبين المجال بصفر، فيبقى انت عندك مساحة وعندك مجال ولكن الزاوية مش محققة قيمة للفاي ام، وبالتالي انت مش عندك فاي ام يقطع، وبالتالي لن ينشأ فيك تيار مستحس. طيب الحلقة اللي في الشكل ايه هيوصل لها مجال متغير من السلك اكسات. يعني ايه اكسات؟ اكسات يعني عمودي على الصفحة، والحلقة على الصفحة اذا هيخترقها مجال عمودي عليها، وبالتالي هعوض بساين 90 وساين 90 بواحد، يبقى الفاي ام ليه قيمة وكمان متغير، اذا هينشأ هنا تيار مستحس. اما بالنسبة للشكل بي، لو تلاحظ شيء غريب، ان لو حبيت ارسم مجال السلك هرسمه مكان الحلقة. يعني مجال السلك دايرة مجال السلك عبارة عن دوائر، الدوائر دي هي موجودة الحلقة بالظبط عند المكان الدوائر دي. يعني عايز اقولك ايه بقى؟ عايز اقولك ان هنا المجال هينطبق على الحلقة، او المساحة هتنطبق على المجال. يعني لو حبيت ارسم دايرة المجال هلاقيها هي هياها دايرة الحلقة، وبالتالي الزاوية اللي بين المساحة والمجال هنا بصفر، هتبقى هنا الحلقة توازي المجال، والزاوية اللي بين الحلقة والمجال بصفر، فيبقى في فاي ام ابدا، هتبقى الفاي ام بصفر، وبالتالي هنا الحلقة لا تقطع مجال متغير، وبالتالي لن ينشأ فيها تيار مستحس. يبقى الإجابة هتبقى الحلقة ايه، والتفسير زي ما احنا قلنا. السؤال اللي بعده، إطار معدني مربع الشكل موضوع في مستوى واحد مع سلك مستقيم طويل يمر به تيار كهربي، حدد مع ذكر السبب اتجاه التيار المستحس في الإطار إن وجد، وعند تحريك الإطار مرة في الاتجاه واحد ومرة في الاتجاه اتنين كان بالشكل المقابل. طيب تمام، طيب إحنا عندنا الحلقة أهي وعندنا السلك أهو، إمتى يجي تيار مستحس في الحلقة؟ لو هذه الحلقة قطعت مجال متغير. طيب هل هي دلوقتي بتقطع مجال؟ أيوة بتقطع مجال السلك. هو فين مجال السلك؟ أنا مش شايفاه. أنت درست مجال السلك وإزاي تحدد مجال السلك، فلازم أنت اللي تحدده وأنت اللي تتوصل له بنفسك. الإبهام مع التيار يبقى الناحية دي إكسات، يبقى الحلقة بتقطع مجال السلك اللي هو إكسات. إمتى يجي للتيار للحلقة دي تيار؟ لو الإكسات اللي بتقطعها الحلقة أو المربع ده أو الإطار ده بتتغير. طب وإيه اللي يخلي المجال اللي جاي من السلك يتغير؟ مش أنت دارس البي القادمة من السلك عبارة عن ميو آي على 2 باي دي؟ اللي يغير البي إنك تغير التيار، يعني مثلا تزود تيار السلك أو تنقص تيار السلك. بس التيار ما هوش الوسيلة الوحيدة اللي تقدر بيها تغير المجال الناشئ عن السلك. ممكن المسافة، ممكن تحرك، تبعد أو تقرب من السلك عشان تتغير البي، لأن البي مع البعد العمودي اللي بين الملف والسلك علاقة إيه؟ عكسية. تمام، طيب سؤال، هو أنا ينفع أحرك الملف دون وفي نفس الوقت مغيرش الدي، يعني مغيرش البي، يعني ما يتولدش إم إف مستحسة ولا تيار مستحس في الحلقة؟ سؤال تاني، هو أنا ممكن لو أحرك الحلقة دي أو الملف ده ممكن أحركه والمسافة ما تتغيرش؟ آه ممكن. إزاي؟
تعالى كده نشوف المسافة دي قد ايه اللي بين مركز الملف ده والسلك. المسافة كام؟ قول مثلا 10 سنتي. لو انت حركت الملف لفوق واصبح الملف هنا فوق، او حركته لتحت، ادي تحريك اهو، هل المسافة اللي بين الملف والسلك هتتغير؟ لا. هل المسافة اللي بين الملف والسلك هتتغير؟ لا. يبقى التحريك ده هو مش هيغير في قيمة الدي، مش هيغير في قيمة البي، وبالتالي لن تستطيع الملف أن يقطع مجال متغير، ولن ينشأ فيه تيار مستحث، وده اللي هيتحقق في الاتجاه واحد. في الاتجاه واحد بنقول إن الحلقة هتتحرك في اتجاه موازي للسلك، فلن يتغير المجال اللي بيتخللها، وبالتالي لن ينشأ فيها تيار مستحث. لكن في الاتجاه 2 انت كده بتزود الدي، بتبعدها فبتزود الدي فبتقلل البي. مجرد انك تقلل او حتى تزود، ده تغير، والتغير هيجيب لنا تيار مستحث في الاطار. يبقى احنا هنقول انه لو اتحرك الاطار في الاتجاه واحد لن ينشأ تيار مستحث، لان اتجاه الحركة هيكون موازي للمجال. اما اذا اتحرك في الاتجاه 2 هينشأ تيار مستحث، لانك انت كده بتغير البعد العمودي ما بين الاطار والسلك، وبالتالي انت كده بتزوده فبتقلل بيه، يعني بيحدث تغير، يعني الحلقة او الاطار المعدني بيقطع مجال متغير. يبقى احنا كده دي اجابة السؤال رقم 2. السؤال اللي بعده، حدد مع التفسير اتجاه التيار المستحث في الوجه الموضح للحلقة في كل حالة انود. هنا الحلقة بتتحرك بتخرج من مجال، يا ترى الحلقة دي بتقطع المجال ده ولا لا؟ لو انا جبت لك المجال عمودي على الصفحة، ادي مجال عمودي على الصفحة، والحلقة هتتحرك في هذا الاتجاه، لو الحلقة وقعت القطعة دي يبقى بتقطع مجال متغير، وقعتها يبقى كده في قطع للمجال، يبقى الحلقة قطعت المجال. بس الحلقة بتخرج، يعني المجال اللي جواها بيبدأ يقل، النقط اللي جواها بتقل. تبع قاعدة لينز هتقول كلمة واحدة، النقط لا تقل. هتعمل ايه الحلقة عشان النقط ما تقلش؟ هتحاول تزودها وتكون في صفها، تعمل مجالها نقطة، ولو هي عملت مجالها نقطة يبقى ساعتها ادي المجال عمودي على الصفحة للخارج، يبقى طيارها عكس عقارب الساعة. طيب هنا يا ترى الحلقة دي هتقطع المجال ده ولا لا؟ تعالى كده نشوف المجال. المجال اهو موجود اهو على الصفحة. الحلقة هتتحرك ازاي؟ بص كده، المجال مش عمودي على الصفحة، المجال على الصفحة اهو، يعني اعتبره كده خطوط اهي. يبقى الفرق بين الحالة الاولى، الحالة الاولى كان المجال عمودي على الصفحة، اما في المرة دي المجال على الصفحة اهو الاسفل. الحلقة هتمر، يا ترى الحلقة دي وقعت المجال؟ يبقى بص كده معايا اهو، المجال اهو ما هواش عمودي على الصفحة، هو على الصفحة اهو، تمام. والحلقة جت تمر بالمنظر ده، هل هي كده هتقطع خطوط المجال؟ لا، مش هتقطع خطوط المجال، وبالتالي لن يتولد هنا تيار مستحث، لان اتجاه الحلقة موازي لاتجاه المجال. طيب تعال نشوف الشكل بي. الشكل بي الخطوط اهي، اعتبر سن القلم ده بيمثل خط المجال اهو، خطوط المجال اهي، والحلقة في الاول كده. طبعا كده الحلقة موازية لخطوط المجال، لكن الحلقة هتدور، الحلقة هتدور، فلما تيجي تدور ربع دورة، ربع دورة، هتبقى ساعتها الحلقة عمودية على المجال، الحلقة عمودية على المجال، تقدر تقطع هذه الخطوط. فلما تبقى الحلقة عمودية على المجال وانت باصص من الناحية دي، المجال كده انت شايف داخل ولا خارج الحلقة؟ احنا قلنا سن المجال اهو داخل، يعني شايفه اكسات. طيب وهو كده الاكسات بدأت تزيد فيها، لان الاول كانت الحلقة موازية للمجال، اصبحت عمودية على المجال، اصبح جواها اكسات بتزيد، فهي تعمل ايه بقى الحلقة؟ انت بتبص من هنا، فالحلقة تعمل مجالها، تقول ايه الاكسات بتزيد؟ لا، مش هخليها تزيد، فتعمل مجالها نقطة، ولو عملت مجالها نقطة يبقى هيبقى طيارها عكس عقارب الساعة، يبقى هنا الطيار هيبقى عكس عقارب الساعة. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل مغناطيس يتم تقريبه من ملف لولبي فينحرك مؤشر الجلفانومتر لحظيا، حدد على الشكل اتجاه التيار المستحس في الملف وقطبية الملف وما القاعدة المستخدمة لذلك. هنا المغناطيس هيقرب، فهمشي بقاعدة لينز عشان احدد اتجاه التيار في الملف، فهنا القاعدة المستخدمة هتبقى لينز، فالمغناطيس بيقرب.
تقوم الملف ده يقول له ابعد، يقول له ابعد ازاي؟ بطريقته انه يجعل القطب القريب منه قطب مشابه، يبقى هنا اس وهنا ان، وبكده احنا حددنا قطبية الملف. هنا اس عشان يتنافر معاه ويبعده، تمام. ولو هنا اس وهنا ان، يبقى ادي الطيار هيكون لفوق بقاعدة اليد اليمنى كده، الطيار هيكون لفوق. ويمشي ازاي الطيار؟ الطيار جاي من اللفة دي اهو، يبقى اكيد كان ماشي كده، تمام. يبقى نكمل الطيار اهو، يبقى ده اتجاه الطيار، ودي قطبية الملف، ودي قاعدة لينز. ما أثر وضع اسطوانة الحديد المطاوع داخل الملف على قيمة الانحراف اللحظي، لأنه لحظيا، لمؤشر الجاليفانومتر، وما تفسير ذلك؟ طبعا لو وضعنا اسطوانة من الحديد هتزيد الانحراف، لأن الإي إم إف المستحثة هتزيد. إيه التفسير؟ الإي إم إف قانون، ليها قانون الإي إم إف، عبارة عن سالب إن في دلتا فاي إم، يعني دلتا إي بي على الدلتا تي. فانت لما بتجيب قلب من الحديد، القلب الحديد بيعمل على تركيز وتكثيف خطوط الفيض، فبيركز البي يزود البي، وبالتالي هيزود الاي ام اف. يبقى ده التفسير. السؤال اللي بعده، كم طالب بتحريك مغناطيس بسرعه منتظمه في واحد لمسافه معينه على امتداد محور الملف اللولبي؟ ما قالش كان بيحركه ازاي، ما قالش قرب ولا بعد، قالك بيتحركوا بس. يتصل طرفاه بجلفينومتر صفر تدريجه في المنتصف، ومرة أخرى بتحريك المغناطيس بسرعة في 2، وبرضه ما حددش كان بيقرب ولا بيبعد لنفس المسافة، وكان ملاحظة الطالب لأقصى انحراف لمؤشر الجلفانومتر في الحالتين كان بالشكل المقابل. تعال نبص على الشكل المقابل، هنلاقي هنا انحرف في اتجاه، وهنا انحرف في اتجاه تاني، هنا انحرف مقدار، وهنا انحرف مقدارين. يبقى هنا طيار أقل، طيار أقل، وهنا طيار أكبر، هنا اتجاه وهنا اتجاه اخر، تمام. فبيقول لي ايه؟ قارن مع التفسير بين مقداري واتجاه سرعه المغناطيس في الحالتين. بيتكلم على سرعه المغناطيس والاتجاه. هل السرعه واتجاه المغناطيس هو وراء الاختلاف في الحالتين؟ ايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها التيار؟ ليه تيار اقل وتيار اكبر؟ انت عارف ان التيار عباره عن الاي ام اف المستحثه على الار، والاي ام اف المستحثه طبعا الملفين بنفس المقاومه. الام اف المستحثه عباره عن سالب ان في دلتا اي بي على الدلتا تي. فين السرعه هنا؟ السرعه بيمثلها الزمن، فكل ما كان السرعه كبيره كل ما كان الزمن قليل، وكل ما كان الزمن قليل كل ما كانت الام اف كبيره، وبالتالي التيار كبير. يبقى عشان يتحقق هنا تيار اكبر، لازم يكون المغناطيس اللي بيتحرك في الحاله 2 اسرع من الحاله 1. يبقى اول حاجه ده هيبقى اسرع، مثلا 2 في وده في، تمام. طيب والحاله الثانيه بقى الاتجاه، احنا عارفين ان اتجاه التيار المستحث يتوقف على اتجاه حركه الموصل واتجاه المجال، والمغناطيس هنا اللي بيتحرك يبقى ده يتوقف على اتجاه المجال. يبقى اكيد اللي هنا كان بيقرب مثلا، يبقى ده كان العكس كان بيبعد. يبقى انا لو هقول ده سرعته في، يبقى ده هعكس اتجاهه واقول انه ماشي في الناحيه الثانيه وبسرعه اعلى 2 في. يبقى ده التفسير، ان كل حاجه المقدار بيتوقف على القانون، والاتجاه اتجاه التيار المستحث بيتوقف على اتجاه حركه الموصل. بما ان الموصل ما اتحركش يبقى يتوقف على اتجاه المجال، يبقى اكيد واحد كان بيقرب والتاني كان بيبعد. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل، اذا كانت القوى الدفع الكهربيه المستحثه في حاله تولدها اقل من القوى الدفع الكهربيه البطاريه، فماذا يحدث لشده اضاءه المصباح؟ يعني القوتين مش بيساووا بعض، لو اتولدت ام اف مستحثه هيكون مقدارها اقل من البطاريه. فماذا يحدث لشده اضاءه المصباح اثناء تقريب المغناطيس في اتجاه الملف، استقرار المغناطيس بداخل الملف، ابعاد المغناطيس عن الملف؟ تمام. طيب احنا هنمسكها جزء جزء. اول حاجه لما المغناطيس يقرب، لما المغناطيس يقرب هنحاول نشوف اتجاه التيار المستحث في الدايره دي. المصباح هنا هيكون منور بإضاءتين أو بسبب مصدرين، البطارية وفي تيار مستحث هيجيله لأن في مغناطيس بيقرب منه. فإحنا هنشوف لو اتجاه التيارين في اتجاه واحد يبقى إضاءة المصباح هتزيد، لو اتجاه التيار المستحث وتيار البطارية في اتجاهين مختلفين يبقى إضاءة المصباح هتقل، وده لحظيا. لما نيجي نقرب الملف ده هيقول له لا ما تقربش ابعد. فيبعده إزاي؟ يخلي القطب القريب أو الوجه القريب منه قطب مشابه، يعني هنا ان وهنا اس عشان يتنافر معاه ويبعد. ولو هنا ان وهنا اس يبقى التيار هيبقى الاعلى،
التيار في الملف لأعلى، وفي نفس الوقت الملف ده جاي له تيار من البطارية لفوق، يبقى التيارين في اتجاه واحد، يبقى أثناء التقريب تزداد الإضاءة، تزداد الإضاءة. طيب استقرار المغناطيس بداخل الملف لن يتم قطع متغير، ساعتها الملف هيقطع مجال ثابت وبالتالي لن ينشأ ام اف مستحثة، يبقى هنا ستظل الإضاءة كما هي، تظل الإضاءة كما هي على اساس ايه بقى؟ على اساس انها هتبقى مش هقول ينطفئ في بطاريه، فهو منور بالبطاريه ومفيش تغير مستحث، يبقى هو على قد ما هو الوضع اللي هو كان عليه. طيب ابعاد المغناطيس عن الملف، لو ده جه يبعد، لو ده جه يبعد ده هيقول له لا تعالى قرب، فيشده ازاي؟ يجعل على الوجه القريب قطب مخالف عشان يجذبه ويشده، يبقى هنا اس، يبقى ساعتها هنا ان، ولو هنا ان وهنا اس يبقى التيار لاسفل عكس تيار البطارية، فساعتها الإضاءة تقل لحظيا، تقل الإضاءة لحظيا وهنا برضو لحظيا. شوف السؤال اللي بعده في الشكل المقابل، أثناء زيادة قيمة المقاومة المأخوذة من الرئيستات تدريجيا ما اتجاه التيار المستحث في الملف؟ قبل ما أدور على اتجاه التيار، هو الملف ده بيقطع مجال؟ أيوة مجال السلك، أيوة بس مجال السلك بيتغير، ما تيار السلك هيتغير بتغير الريستات. انت عندك البطارية دي هتجعل التيار في السلك الاعلى وبالتالي بيرمي مجال هنا اكسات، وعشان انت بتزود قيمة المقاومة فانت بتقلل التيار وبالتالي بتقلل مجاله، بتقلل اكسات، فالملف شايف نفسه في اكسات بتقل فيقول لا ما تقلش، انا هخلي مجالي اكسات زيها، اكسات يبقى تياره مع عقارب الساعة. السؤال اللي بعده، عند وضع حلقة معدنية من الألومنيوم حول الجزء من قلب المغناطيس هنا قريب زي ما انت شايف قوي وغلق الدايرة، لاحظ ان الحلقة تقفز الى اعلى، فسر ذلك. ده مغناطيس كهربي، لانك بمجرد ما تغلق، بس خلي بالك لحظة الغلق هينمو التيار وبالتالي التيار بيزداد، اي نعم لحظيا بس هيؤدي الى ان المجال بيزداد، فده يبقى مغناطيس. عارف اقطابه ايه؟ امشي كده مع القطب الموجب هتلاقي التيار ماشي بالمنظر ده كده، وبالتالي هنا ان وهنا اس، فاللي هيحصل ان الحلقه دي هتقترب من مجال متزايد، يعني مجال متغير، فتقطع مجال متغير فينشا فيها تيار مستحث، هتحاول تخلي عمليه التقريب دي تبع قاعده لينز ابعاد، فيتكون على القطب القريب قطب مشابه عشان يتنافر معاه ويبعده، وبالتالي حصل تنافر قوي فالحلقه دي تنافرت وبعدت بسبب القاعده اللي احنا بنطبقها اثناء تولد تيار مستحث في ملف. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل مغناطيسين متشابهين A و B يسقطان سقوطا حرا من نفس الارتفاع خلال حلقتين من النحاس احداهما مفتوحه والاخرى مغلقه، اي المغناطيسين يصل الى الارض اولا؟ اللي هيوصل للارض الاول A، ليه؟ لان الحلقه دي مفتوحه هينشا فيها ام اف مستحثه لكن مش هينشا فيها تيار مستحث، لان من شروط سريان التيار المستحث او اي تيار وجود قوه دافعه ووجود مسار مغلق، فهنا مفيش مسار مغلق وبالتالي ادام مفيش تيار مستحث هيجي يبقى مش هينشا عنه مجال، مش هينشا عنه اقطاب تتنافر او تتجاذب بحيث انها تعمل عطله للمغناطيس اثناء السقوط، فده هيوصل الارض بسرعه. اما هنا هيجي تيار، فهو المغناطيس اثناء السقوط هتحاول الحلقه تقول له ابعد، ادي تعطيل، تعطيل اهو، هتقول له ابعد بحيث انها تكون على القطب القريب قطب مشابه تتنافر معاه وتبعده، ادي اول عطله. ولما يجي المغناطيس ينزل ويبقى هنا اس وهنا ان ونازل، هتحاول الحلقه تقول له لا ما تنزلش تعالى قرب، فتعطيل تاني انها هتحاول تجذبه اثناء الابتعاد علشان تبع قاعده لينز، يبقى في تعطيلين اهم، فيخلي ده ياجل سقوطها للارض وده تنزل للارض الاول. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح مغناطيسين متماثلين صغيرين مغناطيس A ومغناطيس B سقط من نفس المستوى في نفس اللحظه ليمر خلال انبوبتين راسيتين لهما نفس الابعاد احداهما من البلاستيك والثانيه من النحاس دون ان يلمس اي منهما جدران الانبوبه، ليه؟ لماذا يستغرق سقوط المغناطيس B زمن اطول من المغناطيس A؟ ليه ده هياخد وقت؟ اولا لما يجي يسقط يبقى ده مغناطيس بيقترب من الحلقه،
فالحلقة هنا هتقطع مجال متغير، فيقوم ينشأ فيها تيار مستحث وتحاول تعاكس عملية التقريب وتكون هنا قطب مشابه عشان تتنافر معاه وتبعده. يبقى دي عطلة ولا لأ؟ دي عطلة، إنها هتبدأ تتنافر معاه، مش هتسيبه يسقط بسهولة. أما هنا مش هينشأ تيار مستحث في أنبوبة البلاستيك، يعني أنبوبة البلاستيك هتقطع مجال متغير، ولكن إزاي ينشأ فيها تيار مستحث وهي مادة عازلة للتيار الكهربي؟ فبالتالي كأنها مش موجودة، وهيسقط المغناطيس تحت تأثير السقوط الحر ويبصد قبل المغناطيس بيه. السؤال اللي بعده، ملف دائري نصف قطره 10 سنتي، يبقى الار ب 10 سنتي يعني اقسم على 100 يبقى 1 من 10 متر. عدد اللفات ان، ومقاومة اللفة الواحدة، مقاومة اللفة 1 اوم، يبقى مقاومات اللفات كلها كام؟ يبقى 1 في عدد اللفات اللي هو ان. طيب تمام، موضوع عموديا على فيض كثافته البي بواحد من 10 تسلا، فاذا عدم ذلك الفيض يعني البي بقت بصفر، يبقى دي بي واحد ودي بي اتنين. في خلال 1 من 100 ثانية، يبقى الدلتا تي عبارة عن 1 من 100 ثانية. احسب متوسط شدة التيار المستحث المار بالملف. ادام عايز تيار هفك الام اف، بدل ما هقول الام اف بتساوي سالب ان في الاي، طبعا الدلتا حدثت في البي، يبقى بي اتنين ناقص بي واحد على الدلتا تي. فين الساين سيتا؟ ساين 90 بواحد، لان الملف عمودي. تمام، هفك الام اف لاي في ار، ادي الاي المطلوبه، والار عباره عن 1 في ان بان، وادي السالب وادي الان، والاي بباي ار تربيع 3.14، ادي الباي، والار 1 من 10 الكل تربيع، في بي 2 ناقص بي 1، بي 2 بصفر ناقص بي 1 بواحد من 10، واحد من 10 على الزمن اللي هو 1 من 100، هيطلع معاك الاي، طبعا الان هتطير مع الان والسالب هيروح مع السالب، هيبقى التيار عندك ب 314 من 1000، هتبقى هي دي الاجابه. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل علاقه بين الفيض في ام الذي يخترق كل من حلقتين معدنيتين اكس وواي والزمن، اوجد النسبه بين القوتين الدافعتين المستحثتين في الحلقتين ام اف اكس على ام اف واي. تعال الاول نجيب الاي ام اف اكس، هنقول سالب ان عشان هي حلقه يبقى بلفه واحده، في الدلتا فاي على الدلتا تي. هنجيب الدلتا فاي على الدلتا تي منين؟ عندك الخط اكس اللي هو البرتقالي ده، عايزين نجيب الميل. اشمعنى الميل؟ مش انت عايز تقسم دلتا فاي على دلتا تي، يعني فرق الصادات على فرق السينات، هو ده الميل. طيب يبقى الام اف اكس عباره عن ميل المحور اكس. طيب نجيب الميل ازاي بقى؟ ناخد نقطه على نقطه، ادم بدأ من نقطه الاصل، يبقى 4 × 10 سالب 3 على 5 × 10 سالب 3، يبقى 10 سالب 3 تروح مع 10 سالب 3 وتبقى 4 × 5 يعني 8 من 10. طيب نفس الكلام الاي ام اف، الاي ام اف واي هتبقى عباره عن ميل واي. ميل واي هيبقى مش بادئ من نقطه الاصل، فاحنا نعتبر الخط الاخضر ده وتر في مثلث، وتر في مثلث، ونجيب فرق الصادات على فرق السينات. الحته دي ماسكه من كام لكام؟ من 1 لحد 3، يبقى نقول 3 ناقص 1 3 ناقص 1. والحته دي ماسكه من فين لفين؟ من 0 لغايه 5، يبقى 5 ناقص 0 يبقى 5. ماشي، يبقى هنا عندك الناتج 2 على 5. تعال بقى نقسم الميل ده على الميل ده عشان نجيب ام اف اكس على اي ام اف واي، هيبقى الاربعة على خمسة اهي، بدل ما نقسم نضرب ونقلب المقام بسط والبسط مقام، يبقى دي هتروح مع دي، 4 على 2 فيها 2 لـ1، يبقى هنا النسبة دي 2 لـ1. طب اذا كان التيار المستحث المار في الحلقتين متساوي، يعني الاي اكس بتساوي الاي واي، عايز النسبة بين ار اكس على ار واي، هي الار بتساوي الفي على الاي، بس ادام قلت لي الاي متساوي يبقى بين الار والفي علاقه طرديه، يبقى الار اكس على الار واي هتساوي الاي ام اف اكس على الاي ام اف واي، يعني نفس النسبه 2 لـ1، فتبقى الاجابه هنا 2 لـ1. السؤال بعده، شكل بيان المقابل يمثل تغير الفيض الفاي ام
الذي يخترق ملف خلال اربع فترات زمنيه متساويه، الفتره A B و B C و C D و D E. حدد مع التفسير الفتره الزمنيه التي تتزايد خلالها الام اف المستحثه. هو مش بيدور على الام اف المستحثه الكبيره، هو بيدور على المرحله اللي فيها الام اف بتزيد. طب ونعرف ازاي؟ اعرف قانون الام اف وانت تعرف الاي ام اف بتساوي سالب ان في الدلتا فاي على الدلتا تي. تمام. طيب الدلتا فاي اللي هي الصادات، والدلتا تي اللي هي سينات فرق الصادات على فرق السينات الميل. تعال نجيب ميل كل مرحله، لان الميل هيمثل ام اف، الميل هيمثل الام اف. هنا الخط، الخط ده خط مستقيم بيصنع زاويه حاده مع السينات، ميله هيبقى مقدار ثابت في الموجب، مقدار ثابت في الموجب، وسالب بنزي يخليه مقدار ثابت في السالب، يعني كده كده الاي ام اف المستحثه ثابته. يبقى في المرحله دي الاي ام اف المستحثه موجوده بس بقيمه ثابته. طيب في المرحله دي لم يحدث فيها تغير في الفيت، الفيت ثابت، فبالتالي الاي ام اف اللي هنا بتساوي صفر، ميل الخط اللي بيوازي محور السينات بصفر، واحنا اتفقنا ان الميل هو الاي ام اف. طيب الكيرف ده هنجيب ميله ازاي؟ تعالى نعمل مماس عند النقطه دي ونعمل مماس عند النقطه دي. هل الخط ده اللي بيوازي السينات ميله بايه؟ ميله بصفر. طب والخط ده ميله قيمه عظمى، يبقى الميل هنا كان قيمه عظمى وبعدين بقى بصفر، وهشيل كلمه ميل واكتب الام اف، يبقى الام اف كانت قيمه عظمى وبقت بصفر، يبقى الام اف هنا بتقل مش بتزيد. طب تعالى على المرحله الثانيه، هنعمل ميل للمماس وميل، الميل ده ميله بصفر والخط ده ميله قيمه عظمى، شيل كلمه ميل واكتب ام اف، يبقى الام اف هنا بصفر والام اف هنا بقيمه عظمى، يبقى حصل ايه للام اف؟ تزايدت. يبقى المرحله دي اي هي اللي بيحدث فيها الزياده للاي ام اف. السؤال اللي بعده، حلقتين، حلقه اكس وحلقه واي، مقاومه وحده الاطوال من محيطهم. يعني ايه مقاومه وحده الاطوال؟ يعني لو حبيت تجيب المقاومه كلها هتجيب مقاومه وحده الاطوال هي واحد وتضرب في المحيط اللي هو 2 باي ار. تمام، دي لو حبيت تجيب مقاومه الحلقه كلها. ومستوى كل منها عمودي على مجال مغناطيسي منتظم، كثافته هنا بي وهنا 2 بي، على الترتيب كم بالشكل المقاومه. فاذا تلاشى المجالين معا، يعني الدلتا حدثت في البي، بي 2 كانت بي 1 بقيمه وبي 2 بقت بصفر، اوجد النسبه بين القوتين الدافعتين المستحثتين فيهما ام اف اكس على ام اف واي. طيب قبل ما اعمل نسبه تعال نشوف قانون الام اف. سالب ان في اي، الدلتا حدثت في البي، يبقى هنقول دلتا بي على الدلتا تي. تمام، هنقول سالب ان عشان دي مساحه دايره ودي دايره برضو، يبقى باي ار تربيع في الدلتا بي على الدلتا تي. ماشي، الاثنين حدثوا في نفس الزمن، بيقول لك كان بشكل مقاومة اذا تلاشى المجالان معا، يبقى الزمن بتاعهم واحد، يبقى مش هنعمل النسبه بالزمن ولا بالان لان دي حلقه ودي حلقه يعني لفه واحده، ولا بالباي لانها موجوده في القانونين، هنعملها بالار تربيع والدلتا بي بس. وبالتالي الاي ام اف اكس على الاي ام اف واي هتساوي ار اكس تربيع على ار واي تربيع، عشان ار ترضي بس تربيع، في الدلتا بي يعني بي 2 ناقص بي 1، وهنا بي 2 ناقص بي 1. يبقى انت عندك الاي ام اف اكس على الاي ام اف واي هتساوي ار اكس، فين ار اكس؟ اهي ار، يبقى ار تربيع، والار واي 2 ار ربعها تبقى 4 ار تربيع، في بي 2 بكام؟ بصفر، وبي 2 بصفر. طيب ان تلاقيهاش عند الاثنين، طيب بي 1 بكام؟ بي 1 ببي، وهنا بي 2 بي. طيب هنختصر دي مع دي ودي مع دي، يبقى انت عندك هنا النسبه 1 ل 8. تمام، يبقى النسبه دي 1 ل 8. طب عايز شد التيار المستحث اي اكس على اي واي، هنقول له اي اكس على اي واي. الاي اكس هنكتب طبعا هي الاي ام اف على الار، يبقى قدام اي اكس نكتب اي ام اف اكس، وهنا نكتب ام اف واي. اما الار العكس، قدام اي اكس نكتب ار اكس، وهنا ار واي. ام اف اكس على ام اف واي لسه جايبينها 1 على 8. ار اكس بكام؟ ب 1 في 2 باي ار، بس الان احنا عايزين ايه؟ احنا كاتبين هنا ايه؟ المفروض دي ار واي ودي ار اكس، قدام اي اكس نكتب
ار واي، قدام اي واي نكتب ار اكس. طيب قدام الار واي هنكتب ايه بقى؟ هنكتب 2 باي ار واي، ادي 2 باي والار واي ب2 ار، وهنا 2 باي ار اكس، ار اكس بار، ادي 2 باي ار مع ال 2 باي ار. اتبقى هنا 2 على 8، على 2 فيها الواحد، على 2 فيها الأربعة، يبقى 1 ل 4، يبقى النسبة هنا 1 ل 4. سؤال 15، حلقة نصف قطرها، يبقى انت عندك الار ب 22 سم تقسم على 100 ب 22 من 100 متر، وضعت عموديا، يبقى الزاوية ب 90، الزاوية اللي بين المساحة والمجال بالملف والمجال ب 90، ماشي، على مجال منتظم كثافته البي ب 5% تسلا. فإذا أديرت الحلقة يبقى الدلتا هتحدث في الزاوية. على العموم احنا بنتعامل مع الفاي ام على انها اي بي ساين سيتا، حيث ان السيتا اللي بين الملف والمجال، بين الحلقة والمجال. فلما تكون الحلقة في الوضع العمودي فهي بالفعل محققة زاوية 90، فلما تيجي تدور الحلقة زاوية دوران 80، فتبقى اللي كانت سيتا 1 ب90 تبقى سيتا 2، هنجمع 90 زائد زاوية الدوران، يبقى هنقول 90 زائد 80 هتبقى الزاوية الجديدة 170 في زمن قدره الدلتا تي ب 25% حول المحور في مستواها، فعايز الام اف المستحسن. هقول الاي ام اف بتساوي سالب ان في المساحة هتبقى باي ار تربيع في البي، والدلتا حدثت في السيتا، هقول ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على الدلتا تي. هعوض عن الان السالب، هيعوض عن الان بواحد، ماشي، والباي بتلاتة واربعتاشر من مية، والار باتنين وعشرين من مية بس الكل تربيع، في البي، البي عندك بخمسة من مية، في ساين سيتا اتنين اللي هي 170 ناقص ساين سيتا واحد اللي هي 90 على الزمن اللي هو 25%، هيطلع معاك الناتج 25 من 1000. لو طلعت معاك ايرور تعمل ايه بقى؟ تقول ساين 170 الاول ناقص ساين 90، واللي هينتج في الآلة الحاسبة تسيبه وتروح ضارب 5% في 22% كل تربيع في 3.14%، وبعد ما تخلص عملية الضرب تروح قايل تقسم على 25%، هيطلع معاك الناتج كده. يبقى دي هي الإجابة. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح أبعاد إطار شباك دي إي إف جي، ماشي، دي اف او دي اي اف جي، ماشي، من الالمنيوم مستوى عمودي على المركبة الافقية للمجال، يبقى الزاوية في الحالة الاولى ب90، ماشي، والتي مقدارها البي مقدارها 1.8 × 10 في 10 اس سالب 5. فاذا فتح الشباك بحيث دار حول الجانب الرأسي بزاوية 90، يبقى الدلتا حدثت في السيتا، فادام هو في الوضع العمودي فهنجمع 90 زائد زاوية الدوران 90 ودار 90، يبقى الزاوية الجديدة سيتا 2 هتبقى 180 في زمن الدلتا تي عبارة عن 6 من 10. عايز الاي ام اف المستحسن، هنقول له الاي ام اف بتساوي سالب ان في اي في بي في ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على الدلتا تي، ادي السالب. وعندك عدد اللفات هو اكتر من لفة واحدة، واحد مش بيتكتب، المساحة 52 في 95 في 10 أسالب 4 عشان دي بالسنتي ودي بالسنتي، يبقى 52 في 95 في 10 أسالب 4، خلصنا من المساحة. المجال بقى 1.8 × 10 في 10 أسالب 5 في ساين سيتا 2 اللي هي 180 ناقص ساين سيتا 1 اللي هي 90 على الدلتا تي، الزمن اللي هو 6 من 10. لو طلعت معاك ايرور بص خلاص، دي يدوي، ساين 180 بصفر ودي سالب القانون، وساين 90 بواحد، يبقى القصة دي كلها سالب واحد، سالب في سالب هتبقى بموجب، وتروح بقى ضرب لي الارقام دي كده خلاص، ما دي كده وعرفنا انها ايه بسالب واحد، وخلصنا السالب والواحد شيء لا يذكر يعني في الضرب، وتروح قسمني على دي، هيطلع معاك الناتج 1.428 او 1.482 في 10 سالب 5 فولت، تبقى دي الإجابة. السؤال بعده، حلقة معدنية مقاومتها R يخترقها فيض فاي ام
فإذا عندما الفيض خلال زمن T اثبت أن كمية الشحنة الكهربية تصل عبر مقطع من سلك الحلقة تحسب من العلاقة دي. طيب احنا هنيجي على الإي إم إف ونقول إنها عبارة عن سالب N في دلتا فاي على الدلتا دي، دلتا فاي إم على الدلتا تي. تمام. طيب هنا ال N دي بواحد وال إي إم إف دي هفكها لأي في آر، وهنا هتبقى دلتا فاي على الدلتا تي. طيب هفك الاي لكيو على تي، يبقى هنا الكيو على التي، ممكن اقول دلتا كيو على تي وادي الار وادي دلتا فاي ام على الدلتا تي. طيب التي هتروح مع التي والدلتا مع الدلتا، يبقى الكيو هتساوي فاي ام على الار. يبقى هنا احنا وصلنا للاستنتاج. السؤال اللي بعده، شريحه من نحاس تذبذب كمندول، فسر لماذا يتخامد يضمحل اهتزازها عند احاطتها بقطبي مغناطيس قوي كم بشكل. طبعا وهي بتتحرك هتقطع مجال، يبقى دلوقتي الحلقه دي او القطعه دي هيخترقها مجال وهيتغير بسبب حركتها بعدا وقربا من المجال، فيتولد فيها التيار المستحث. التيارات المستحثه دي هتحاول انها تقاوم الحركه الحادثه، يعني هنقول يسبب مقاومه للحركه الحادثه، وده هيقلل سعة الاهتزازة، يحاول يعاكس الحركة دي فيقلل من سعة الاهتزازة تدريجيا لحد ما تضمحل الاهتزازة وتخمد. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل يتحرك السلك AB بسرعة منتظمة لأسفل بين قطبين مغناطيس، ماذا يحدث المؤشر الجلفانومتر الحساس؟ هينحرف لحظيا، لأن السلك هو بيتحرك لأسفل هيقطع خط المجال وبالتالي هينشأ فيه تيار مستحس، وده بيبقى تيار لحظي. ما التغير الذي يحدث في مؤشر الجلفانو اذا تحرك السلك اي بي بسرعه منتظمه الاعلى؟ هيقطع بس هينحرف في الاتجاه المضاد، يبقى هينحرف مؤشر الجلفانو في الاتجاه المضاد. طب احرك السلك اي بي ازاي بحيث لا ينحرف مؤشر الجلفانو؟ بحيث ان السلك ما يقطعش خطوط المجال. بمعنى ايه؟ ادي خط المجال، لما اتحرك لاسفل انا كده بقطع الخط، لما اتحرك لاعلى برضو بقطع الخط، لكن لو اتحركت يمين او يسار انا كده مش هقطع الخط. يبقى لو اتحرك السلك موازي للمجال ساعتها لن يتولد وتيار مستحث، وبالتالي لن ينحرف مؤشر الجلفان. السؤال اللي بعده، شكل مقابل يوضح ساق اسطوانية طولها 10 سنتي، يبقى الطول هنا 1/10 اقسم على 100، 1/10 متر. مهملة المقاومة تتحرك بسرعة 4 متر على الثانية، السرعة 4 متر على الثانية، ملامسة لقاذبين معدنيين متوازيين مهملة المقاومة وعمودية على المجال المغناطيسي المنتظم كثافته 1 تسلا، يبقى البي هتساوي 1 تسلا. احسب فرق الجهد بين النقطتين اكس وواي. عشان اجيب فرق الجهد لازم اجيب التيار، وازاي يكون في تيار من غير بطارية؟ المصدر هنا السلك. السلك ده هيتولد فيه ام اف مستحثة، هنحسبها. هنقول الام اف اللي بتتولد في السلك كأنه بطارية بالظبط، بس بتحسب من بي ال في ساين سيتا، هنا المجال عمودي على السلك فبالتالي ساين 90 بـ1. تعال نعوض على البي بواحد والطول بـ1/10 والفي بـ4، يبقى الناتج 4/10 فولت. تعال نجيب التيار الكلي في الدايرة، الاي توتال بتساوي الفي باتري اللي هي اي ام اف المستحثة على الاراضي اللي في الدايرة 6 و2 8، هيبقى عندك هنا 1/20. طيب نجيب بقى فرق الجهد بين طرفي المقاومة 2، هيساوي الاي اللي هي 1/20 في الار اللي هي 2، يطلع الناتج 1/10 فولت، هتبقى هي دي الإجابة. شوف السؤال اللي بعده، ساق معدنية إيه تتحرك عموديا على مجال مغناطيسي بي بسرعة منتظمة في على امتداد ساقين معدنيين الساق بي والساق سي، مقاومة كل منها ار، وضح مع التفسير التغير الذي يحدث لقراءة الجلفانو أثناء حركة الساق إيه في الاتجاه الموضح بالشكل. هو الجلفانو بيقرأ إيه؟ بيقرأ التيار المستحس اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ EMF على الـ R. طيب والسلك ده بيتحرك، إيه اللي هيحصل للـ EMF؟ مش هيحصل لها حاجة. مين قال؟ اكتب القانون، B الـ V على الـ R. أنت بتسأل على الـ EMF هيحصل لها إيه أثناء الحركة؟ الـ B واحدة والطول السلك ثابت والسرعة ثابتة، بيتحرك بسرعة V، يبقى الـ EMF ثابتة. المشكلة في الـ R، الـ I والـ R علاقة عكسية، الار هيحصل لها انها تزيد. السبب المقاومه دي كلها ار بس مش معانا في الدايره، فلما الساق دي تتحرك يبقى الدايره بتاعتنا هتوسع هتكبر وياخد منها اجزاء اكتر من الساق سي والساق بي،
ولما ناخد منها اطوال اكتر يبقى خدنا منها مقاومه كبيره، يبقى المقاومه هتزيد، ولما المقاومه تزيد يبقى التيار المستحث يقل، يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ قراءه الجلفانو هتقل. السؤال بيقول لك يعني وضح الساق اي بي طولها ال مقاومتها ار يتم سحبها بسرعه منتظمه في عموديا على مجال منتظم كثافه الفيد بي. اثبت ان مقدار القوه المطلوبه لسحب الساق اي بي حتى تظل متحركه بنفس السرعه تتعامل العلاقه دي. معنى السؤال ايه؟ دلوقتي انت هتحرك الساق جهه اليمين فهيتولد فيها تيار مستحث، فين اتجاهه؟ هنقول ان احنا انا هفترض ان المجال للداخل وانا عارفه ان هو للخارج، بس عشان اظهر لك القاعده قدام الكاميرا فهقول لو المجال باليد اليمنى للداخل وادي اتجاه الحركه يبقى التيار لفوق، انا هعكس عشان انا عارفه ان انا عملت المجال غلط، يبقى التيار لاسفل. تمام. طيب التيار ده السلك اتفاجئ اصبح فيه تيار وموجود في مجال هيتاثر بقوه، القوه دي هتكون اتجاهها فين؟ استخدم قاعده فيلمنج اليد اليسرى وهفترض برضو المجال خطا وهعكس كلامي، ادي المجال وادي التيار، هيتاثر بقوه جهه اليمين عشان انا عملت المجال غلط، يبقى هو القوه جهه اليسار. عشان الساق دي تتحرك بسرعه ثابته، سرعه ثابته يعني تكون بتتاثر بقوه متزنه، كلمه سرعه منتظمه او سرعه ثابته يعني العجله بصفريه والقوه متزنه يعني قوه متساويه في المقدار ومختلفه في الاتجاه، يبقى هنا القوه المغناطيسيه لازم تساوي القوه اللازمه للتحريك، يعني لازم تشد بحيث انك تساوي القوه دي، ويبقى عندك القوه المغناطيسيه اللي هي بل الاف هتساوي بل بي اي ال. تمام. زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا الاف اللي هي بتساوي القوه المغناطيسيه، يبقى الاف دي هتساوي ادي البي، والاي عباره عن الاي ام اف على الار في ال، والاي ام اف دي عباره عن ايه؟ عباره عن بلف، يبقى الاف بتساوي بي الاي ام اف اللي هي بلف بي ال في في ال على الار، يبقى الاف بتبقى عباره عن بي تربيع ال تربيع في الفي على الار. دي مين؟ دي القوه المغناطيسيه، ولازم قوه لازمه للتحريك تتساوى معاها عشان تبقى السرعه منتظمه، يبقى حتى تظل متحركه بنفس السرعه لازم القوه تتعين من العلاقه اللي هي بي تربيع ال تربيع في في على الار. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل سلك اي بي سي على شكل زاويه قائمه طولها طول ضلعيهما، الضلع ده 2 ال والضلع ده ال، وضع بحيث يكون مستواهم عمودي على مجال مغناطيسي كثافته بي واتجاهه لداخل الورقه. احسب بدلاله البي والال والفي مقدار القوة الدفع الكهربية المتولدة في السلك إذا اتحرك بسرعة منتظمة في، رقم واحد جهة اليمين في مستوى الورقة عموديا على الجزء اي بي يعني في الاتجاه واحد، ده الاتجاه واحد. طيب هنعمل ايه؟ بص كده الاكسات دي مجال عمودي على الصفحة، اهو مجال عمودي على الصفحة، وادي السلك اللي على شكل زاوية قايمة، السلك ده هيتحرك في الاتجاه واحد، هيتحرك في الاتجاه واحد. السلك ده لو قطع مجال هيجيب ام اف، والسلك ده لو قطع المجال هيجيب ام اف. تعال نتحرك ونشوف مين اللي هيوقع المجال، اللي هيوقع المجال هو اللي هيقطعه، السلك ده ولا السلك ده؟ تعال كده نتحرك اهو، يلا بقى نحرك كده، مين اللي هيوقع المجال؟ ها اللي هيوقع المجال او هيقطع المجال هو السلك ده، يبقى السلك ده اللي هيتحرك وهيوقع المجال، اما ده لا، لان السلك ده هيتحرك موازي للمجال والسلك ده اللي هيقطع المجال، وبالتالي الام اف هتتولد في السلك اي بي وتبقى عباره عن بلف البي ببي والال باتنين ال وادي الفي اتنين بلف. طيب لاعلى في مستوى الورقه عمودي على الجزء بي سي يعني في الاتجاه اتنين، هنرجع تاني المجال التاني طار خلاص مش عارف اجيبه. طيب هنحرك في الاتجاه اتنين، شوف بقى مين اللي هيوقع المجال. ها هنحرك اهو، ده السلك ده هيقطع المجال؟ لا، ده اللي هيقطع المجال، وبالتالي ده اللي هيتولد فيه ام اف مستحثه وهيبقى عباره عن بلف بي والطول ال والسرعه في، يبقى ده بلف واحد. طيب عموديا على مستوى السلك اي بي سي ولداخل الورقه، يبقى ساعتها ايه؟ يعني ايه عموديا على مستوى السلك ولداخل الورقه؟
احنا كان بيقول بيتحرك في مستوى الورقة. يعني ايه مستوى الورقة؟ يعني بحرك لفوق، بحرك للجنب، ده يعني ده مستوى الورقة. لكن احرك عمودي على مستوى الورقة ولداخل الورقة، يعني تخيل كده المجال اهو، واحنا بنتحرك اهو لداخل الورقة مثلا اهو، لا هيقطع ده ولا ده هيقطع، يبقى ده صفر وده صفر، يبقى اقفل المطروحة قول لي ده هنا صفر وده صفر، يبقى هنا البلف ده اللي جه فيه السلك اي بي، يبقى هنا الاي ام اف اللي في السلك اي بي بتساوي بلف، اما الاي ام اف في السلك بي سي هتساوي زيرو. هنا لما يتحرك في مستوى الورقه في الاتجاه 2 ده اللي هيقطع، يبقى اللي هنا الاي ام اف بي سي بلف، والاي ام اف في اي بي هيبقى زيرو. لكن عمودين على مستوى السلك اي بي سي والداخل الورقه، الاي ام اف اللي هتتولد في السلك ده بصفر، والاي ام اف اللي هتتولد في السلك ده في الحاله الثالثه هتبقى بصفر. ساق معدنيه اسطوانيه مقاومتها ار، الساق دي مقاومتها ار، تنزلق حره على مستوى مائل في مجال مغناطيسي راس بي، متلامسه مع قادمين املاسيين مهمله المقاومه. يعني موضوع المقاومه ده ما تفكرش فيه، الساقين دول مهمله المقاومه، متصلين بملي اميتر كان بالشكل المقابل. فسر لماذا لا تكون قراءه الملي اميتر ثابته. ما تقولش ار، لان الار بتاعه القادمين دول مهمله. يبقى خلينا في الاي ام اف، لان التيار عباره عن الاي ام اف على الار، والاي ام اف عباره عن بي ال في على الار. عارف وانت نازل على مستوى مايل اللي بيحصل ان السرعه بتاعتك بتزداد، الانزلاق ده يؤدي الى ان السرعه كل ماده تزيد تزيد، فالفي تزيد، فالاي ام اف تزيد، وبالتالي الاي تزيد، بيبقى مش قراءه ثابته، ده كل شويه القراءه تزيد، يبقى هنا بسبب السرعه. سؤال 25 في الشكل المقابل، الساقين المعدنيتين س وص قابلتا للانزلاق على سلكين متوازيين متعامدين على مجال مغناطيسي منتظم، فاذا بدا المجال في التناقص تدريجيا صف مع التفسير كيف تتحرك الساق. الاكسات بتتناقص، فالملف ده يقول لا الاكسات ما تقلش، انا هعمل مجالي اكسات، وبالتالي لو عمل مجاله اكسات هيبقى التيار فيه بالكيفيه دي. فانت عندك الساقين تياراتهم في اتجاهين مختلفين، فيحصل بينهم تنافر، فكل ساق هتتحرك في الاتجاه المخالف، دي هتروح جهة اليمين، دي تروح جهة اليسار.